هذا الفرض غادي يخص مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، فرض محروس رقم واحد، الدورة الأولى مادة الرياضيات، وغادي نتطرق لجميع المجالات الرئيسية اللي كاينة في مادة الرياضيات. المجال الرئيسي الأول أنشطة العد والحساب، 20 نقطة، لأن العد والحساب عليه 20 نقطة. علاش؟ لأنه الدروس اللي قريناهم لحد الساعة فقط كتتعلق بالعد والحساب، يعني واحد النسبة كبيرة ديال العد والحساب، وكتبقى نسب أخرى بالنسبة لمجالين الآخرين، مجال الهندسة والقياس. السؤال الأول، ضع وأنجز ما يلي. إذا غادي نوضعه وغنجزو ما يلي، نبداو عملية الجمع. إذا الوضع خصو يكون بشكل صحيح، صافي الوضع مهم. إذا هاد الأدوات الهندسية نخليهم جانبا حتى نحتاجهم، ونحاول نخرج التمارين ديالي. هنا عندي هاد العدد، هذا 670305 زائد ماذا؟ ونبدأ هنايا 2، هنا 4 4، إذا الوضع خصو يكون صحيح، 6 9، وغنحاول نجمع، يساوي 5 زائد 2 7، 0 زائد 4 4، 3 زائد 4 7، 0 زائد 6 6، و7 زائد 9 تساوي 16. اكتبوا 6 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 6 يساوي 7. إذا الجواب هو 766,747. صافي، ندوزو الآن للطرح. كذلك نكتبوا هذا العدد، هذا 760,845 ناقص ماذا؟ ناقص هذا العدد، هذا 6 و4 5 2 4. دائما كنقول لكم الوضع خصو يكون صحيح، لان الا ما وضعتيش بشكل صحيح الاجابه بطبيعه الحال غادي تكون عندك خطا. 5 ناقص 6 لا يمكن، اضيف 10 وانزل 1 فتصبح 15 ناقص 6 تصبح يساوي 9. وهنا 4 غتصبح لي ناقص 5 لا يمكن، اضيف 10 وانزل 1، 14 ناقص 5 يساوي كذلك 9. مزيان، هنا تصبح لي 8 ناقص 6 2، وهنا 0 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 10 ناقص 2 8، 6 ناقص 5 1، وهنا 7 ناقص 0 يساوي 7. إذا الجواب هو 718,299. الآن غادي ندوزو للضرب، 243 ضرب 53، 3 في 3 9، 3 في 4 كم يساوي؟ يساوي 12، أكتب 2 واحتفظ بواحد، 3 في 2 6 زائد 1 7، وضع نقطة هنا، 5 في 3 15، اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد، ها هو، 5 في 4 20 زائد 1 21، وهي احتفظوا ب2، 5 في 2 10 زائد 2 12، اكتبها كاملة، ثم أجمع، يساوي 9، 2 زائد 5 7، 7 زائد 1 8، 2، هنا 2 هنا 1. إذا الإجابة هي 12,879. إذا الضرب ديال 243 مضروبة في 53 شحال كتساوي؟ كتساوي 12,879. دوزو السؤال الموالي، دائما في أنشطة العد والحساب. ثانيا عندنا أكتب الأعداد التالية بالأرقام والحروف. إذا اللي هما بالأرقام غادي نكتبهم بالحروف، واللي هما بالحروف غادي نكتبهم بالأرقام. لاحظوا معي هنا كيفاش نقراوها، 6,230,300، 6 ملايين و230,300. صافي، انا كتبت هذا العدد هذا بالحروف. دابا هذا العدد هذا اللي مكتوب بالحروف انا كتبوه هنا بالارقام، 25 مليونا، ها هي 25 مليون، و720,000، و720,000. واش العدد غادي تكتب غير هكا؟ لا، علاش؟ لان صنف الوحدات غادي يكون فيه الاصفر، باش غادي تقرا لي 25 مليونا و720,000. مليون و159، ها مليون، و159,000، 159,000 زيد و18 هي هكذا. إذا مليون و159,018. هنايا كيفاش غتقرا لي هذا العدد هذا؟ 54,000، ها هي 54,000 و900. ندوزو السؤال الموالي اللي هو السؤال الثالث، نتابعوا معايا مزيان. السؤال الثالث عندنا، ضع الرمز المناسب مكان النقط، يعني الاكبر او اصغر. احنا قلنا في مقارنه الاعداد الكبيره
اولا نقارن عدد الارقام الموجوده في هذه الاعداد. مثلا غنقارن هذ العددين هذو بجوج، شنو غادي ندير؟ اول حاجه نحسب شحال من رقم كاين هنا، 1 2 3 4 5 6 7، اذا هذا العدد فيه 7 ديال الارقام، 1 2 3 4 5 6 7، اذا بجوج بهم فيهم 7 ديال الارقام. اذا الا كانوا بجوج بهم فيهم 7 ديال الارقام، كنبدا اول رقم كنقارنو مع اول رقم في العدد الاخر. مثلا انا قارنت 2 مع 1، اذا 2 اكبر من 1 وبالتالي هذا العدد هذا اكبر من الاخر. ندوزو هذا العدد هذا نشوفو 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا هذا فيه 8 ديال الارقام. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 كذلك. غنقارنو شنو؟ غنقارنو الرقم الاول 1 مع 9، اذا 9 اكبر من 1 وبالتالي هذا العدد هذا اكبر من العدد هذا. ندوزو لهنا عندنا 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6، اذا 6 ديال الارقام 6 ديال الارقام. غنقارنو 9 مع 9 بحال بحال، 5 مع 5 بحال بحال، 8 مع 8 بحال بحال، 4 مع 4 بحال بحال، وهنا عندنا 0 وهنا عندنا 3، وبالتالي هذا اكبر من هذا. صافي، امر بسيط جدا. تابعوا معايا، ندوزو للسؤال الرابع. فكك العدد التالي. اذا غنفكوا هذا العدد هذا مزيان. كيفاش غادي نفكوه؟ غادي نضربوا. اذا 9 في كم؟ في كم سأضربه؟ اذا كنعوض 9 بواحد ونكمل بالاصفر، 1 2 3 4 5، وبالتالي دونك غادي ندير هكذا هكذا، زائد 6، عاوتاني مضروبة في ماذا؟ واحد في 10000، زائد 7، نضربها في 1000، زائد 4، نضربها في 100، زائد 5، نضربها في 10، زائد ماذا؟ زائد 3 اللي غادي تبقى. وغادي نكون فككت هذا العدد بطريقه صحيحه. غادي ندوزو الان السؤال الخامس. رتب الاعداد التاليه ترتيبا تزايديا. اذا نفس الشيء اللي درناه في المقارنه هنا غادي نديروه هنا، غادي نرتبو تزايديا. يعني تزايديا يعني من الاصغر الى الاكبر، يعني كنزيدو. غنقلبو الان على ماذا؟ على اصغر عدد. فين هو اصغر عدد؟ اذا لاحظوا هنا 630,903، 634,229، 660,150، 66,900، و 678,420. اذا كما تلاحظوا هنا هذا في 6 ديال الارقام، هنا 6 ديال الارقام، هنا 6 ديال الارقام، هنا 6 ديال الارقام، ولكن هذا في 5 ديال الارقام، وبالتالي هذا هو اصغر عدد 66,900. غادي نضربوا عليه. غادي نديروا واش الرمز هكا ولا هكا؟ بالعكس، غنديروا هكا. لماذا؟ لانه هذا الشيء دائما كبر من هذا. اذا هنا كنشوفوا الرقم الاول 6 6 6 6، هنا 3، هنا 3، هنا 6، وهنا 7. اذا شكون اللي صغير؟ طبيعه الحال 3 مع 3. وغنقارنوا عاوتاني، هذا 3 هنا 3، هنا 0 هنا 4، اذا اصغر عدد هو 630,903. مشات هذه موراها، هذه 634,229. عاوتاني من موراها غادي نقارنو، هنا 6 6، هنا 6، هنا 7، إذا هذا صغر من هذا 660,150. من بعد عندنا 678,420. صافي، وكنكون رتبت هذه الأعداد ترتيبا تزايديا من الأصغر إلى الأكبر. ندوزو لكيسيون 6 و كيسيون اون فرونسي. هذا في إطار التناوب اللغوي. إذا دخلنا واحد التمرين باللغة الفرنسية. بوغ شاك نومبغ إكخي أون لاتر، بالنسبة لأي عدد مكتوب بالحروف، أونتوغ سون إكخيتور كوغيسبوندونت أون شيفر. غادي ندورو على الكتابة ديالو بالأرقام. دونك أ 4042، 4042، 4042. إذا هادي شنو كتقرا؟ هادي كتقرا 4,042,000، هذه كتقرا 4,042,000، وهذه كتقرا 40,042. إذا الجواب الصحيح هو الثاني، ب 3,708، و3,708,000 في نهاية. إذا هذه 3,708، هنا 300,708، وهذه 3,708,000. إذا الجواب الصحيح هو، أنتونيو لاباج. غادي ندوزو للمسألة. مسألة، تابعوا معايا، مسألة على أربعة نقاط. اشترت شركة تجهيزات منزلية من خارج المغرب بثمن 3,000,000 درهم، ودفعت بذلك للجمارك 750,000 درهم، ثم باعتها بثمن 4,550,000 درهم. فهل هذه الشركة ربحت أم خسرت؟ إذا نحن نعرفوا واش الشركة ربحت ولا خسرت. إذا الشركة ربحت، ربحت، لأن إذا ربحت. علاش؟ أول حاجة غنحسبو المصاريف، غنحسبو إذا نقسمو هادي على جوج،
نحسب أولا المصاريف. إذا نحسب المصاريف دي اللي خسرات هذه الشركة. إذا بشحال شرات ديك التجهيزات المنزلية؟ شراتها ب3 ملايين. إذا ثمن الشراء هو 3 ملايين درهم، ياك. والجمارك شحال خلصت للجمارك؟ خلصت للجمارك 750 ألف درهم. وبالتالي المصاريف هي شحال؟ إذا غنديرو عملية طرح، صافي، 3,750,000 درهم، هذا هو المصاريف. وباعت الشركة الأجهزة المنزلية بثمن أو بمبلغ 4,550,000 درهم، صافي. إذا المبلغ اللي باعت به الشركة ذاك الأجهزة المنزلية من بعد ما جبتها للمغرب، باعتها ب4,550,000 درهم. دابا باش نعرفوها واش ربحات ولا خسرات، شنو غنديرو؟ الثمن اللي باعت به ناقص الثمن ديال المصاريف، صافي. إذا نديرو 4,550,000 درهم ناقص 3,750,000 درهم، وغنديرو 0 ناقص 0 0 0 0، وهنا 0، 5 ناقص 5 0 5 ناقص 7، لا يمكن نضيف 10 ونزيد 1، إذا 15 ناقص 7 تساوي 8، وغتبقى لي هنايا 4 ناقص 4 0. وبالتالي هنايا شحال هادي؟ 800,000 درهم. 800,000 درهم هو المبلغ الذي ربحته الشركة، صافي. إذا الشركة ربحت وليس خسرت، صافي. ندوزو الآن للمجال الرئيسي الثاني، وهو أنشطة القياس. وعلاش 6 ديال النقط؟ المجال الرئيسي الثاني غادي نحتاجو جدول التحويلات بطبيعة الحال. إذا أنشطة القياس عندنا 3 ديال الجداول هنا كما تلاحظون. هناك تلاحظوا هكتومتر المتر، ديسيمتر سنتيمتر، يعني جدول وحدات قياس الأطوال. وهنا عندنا طن، كيلوغرام، هكتوغرام، الغرام، ميليغرام، يعني جدول وحدات قياس الكتل. هناك تلاحظوا ديسيمتر مربع، متر مربع، سنتيمتر مربع، يعني جدول وحدات قياس المساحة. اذا كما قلت لكم غادي نستعملوا هذه الجداول. هذه عندي مصوبه هنايا في واحد الورقه. اذا جدول وحدات قياس الكتل، قياس الأطوال، هنا قياس المساحة، وهذا قياس السعة بالنسبة للتخزين الرقمي. هذه كتكون بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، صافي، يعني ما كايناش بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي لحد الساعة. إذا غنستعملوا هذه الجداول باش نحول، غنجيب قلم الرصاص، نلاحظوا معايا شنو أول حاجة غنستعملوا؟ جدول وحدات قياس الأطوال، صافي. 4 ديسيمتر أو بيان 4 هكتومتر، 5 ديكامتر، غنحولوها للمتر. إذا 4 هكتومتر، فين هي 4 هكتومتر؟ هي هذه، ها هي 4، لأن غنحولوها للمتر. إذا غنضيف جوج ديال الأصفار. 5 ديكامتر، فين ديكامتر؟ ها هي ديكامتر، 5 ديكامتر، وهنا نحولها إلى المتر، ثم سأجمع 0 5 4، وبالتالي الجواب هو 450 متر. غنكتبها هنا 450 متر. إذا 4 هكتومتر، 5 ديكامتر كتساوي 450 متر. ندوزو للتحويل الثاني. عندنا 205 ديسيمتر، فين هي ديسيمتر؟ هنايا 205. إذا 205 فين؟ شنو كنكتب في الديسيمتر؟ كنكتب رقم الوحدات. إذا 5 غنكتبو في الوحدات، 5 ها 0 ها 2، غنحولوها لين؟ لا سنتيمتر، ها سنتيمتر. إذا شنو غنزيدو؟ غنزيدو 0، غتولي لي 2050 سنتيمتر. إذا 205 ديسيمتر كتساوي 2050 سنتيمتر. إذا التحويل بسيط جدا، خصكم غير تركزو. لاحظوا هنايا عندنا الهكتوغرام والكيلوغرام إتيتيغا، دونك غنستعملو جدول وحدات قياس الكتل وليس الأطوال. إذا 7 طن، فين هو الطن؟ ها هو الطن، لأن غنحولوها إلى الهكتوغرام. فين هكتوغرام؟ هنايا. إذا 0 0 0 0، 70,000 هكتوغرام. دابا غندوزو 35 كيلوغرام، فين هو الكيلوغرام؟ إذا الكيلوغرام هو هذا، ماذا سأكتبو في الكيلوغرام؟ نكتب 5، 35 هكذا. إذا غنحولها لهكتوغرام تاهي، ثم سأجمع هكذا 0 5 3 0 7، وبالتالي الجواب الصحيح هي 70,350 هكتوغرام. إذا 70,350 هكتوغرام. ندوزو التحويل الموالي. عندنا 267 غرام، نحولها للميليغرام. 267 غرام، إذا ماذا سأكتب في الغرام؟ نكتب 7، علاش؟ لأن رقم الوحدات هو 7 6 2. نحولها إلى ماذا؟ إلى الميليغرام. فين هو الميليغرام؟ هنايا. إذا غنزيدو 3 ديال الأصفار، 0 0 0، وبالتالي غتولي لي 267,000 ميليغرام. 267,000 ميليغرام، صافي، ميليغرام. إذا هذا هو الجواب الصحيح. وغادي نكون كملت دابا بالجدولين ديال وحدات قياس الأطوال ووحدات قياس الكتل.
دابا يبقى لي جدول وحدات قياس المساحة نستعملو في هذا السؤال الأخير، في هذا التحويل الأخير. لاحظوا 4070 ديسيمتر مربع نحولوها إلى سنتيمتر مربع، ونحولو 95 متر مربع إلى سنتيمتر مربع، ومن بعد غادي نجمع. دائما نستعمل قلم الرصاص باش إلا خطينا أن ممكن ندركو الأمر. إذا 7070 ديسيمتر مربع، فماذا سأكتب في ديسيمتر مربع؟ 0.7770 ديسيمتر مربع. نحولها الى ماذا؟ الى سنتيمتر مربع. اذا الى الوحدات، غنحولها من الوحدات الى الوحدات. 0.0. دابا عندنا 95 متر مربع، هي 95 متر مربع، هي هكا كتكتب. علاش؟ لان هذا رقم الوحدات وهذا رقم العشرات. هنايا دائما كل خانه مقسمه الى اثنين، وحدات وعشرات. ثم نحولها الى ماذا؟ الى سنتيمتر مربع. 0.0000. ثم ساجمع 0.0000. هنا 7، هنا 5، وهنا 7 زائد 9، 16. اكتب 6، احتفظ بواحد هنا وتهود لي هنايا، وغتصبح لي شحال تساوي لي؟ 1,657,000 سنتيمتر. اذا 1,657,000 سنتيمتر مربع. إذن أنشطة الهندسة كذلك بسيطة جدا. السؤال الأول، أرسم الزاويتين التي قياسهما هو الآتي. إذن غنستعملو طبيعة الحال باش نرسمو الزوايا، غنستعملو المنقلة. صافي، المنقلة هي هذه. غنحاولو نرسمو باستعمال قلم الرصاص بطبيعة الحال. صافي، استعمال قلم الرصاص. لاحظوا هنايا زاوية 70 درجة وهنا 130 درجة. لاحظوا، إذن أول شيء غادي نرسم واحد الخط هكذا، ثم سأضع عليه نقطة هكذا، مثلا نقطة هنا، النقطة غادي تسمى مثلا او المركز. ثم سأضع هكذا مركز المنقلة، مركز المنقلة هو هاد التقيبة هاد، مركز المنقلة على الرأس او، وضلع الحامل للمنقلة على الضلع الحامل للزاوية هكذا. ثم سأحسب 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 هنا، غنوضع نقطة هكذا، وغادي نحاول نصل المركز مع هكذا هكذا. اذا هذه الزاويه شحال القياس ديالها؟ 70 درجه، قياسها 70 درجه. ندوزو هنايا، نحاولوا كذلك نرسموا خط هكذا، ثم مثلا نوضع الراس او مثلا هنا، ثم غادي نحاول نوضع مركز المنقلة على الراس او هكذا، وساحسب 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 هنا. هاي 130. إذا نحاول نصل داك النقطة مع أو. لاحظوا معايا هكذا. إذا هاد الزاوية هادي كاملة شحال القياس ديالها؟ 130 درجة. وبالتالي غادي نكون رسمت باستعمال المنقلة زاويتين قياسهما على التوالي 70 درجة و 130 درجة. ندوزو للسؤال الثاني والأخير في المجال الرئيسي الثالث وهو الهندسة. أملأ الجدول التالي، هذا الجدول هذا غنملؤه. رمز الزاوية، إذا الزاوية عندنا أ أو بي، الرمز ديالها شنو هو؟ بطبيعة الحال غادي يكون هو أ أو بي. صافي، والرمز ديالها بطبيعة الحال غندير واحد الشابو على أو. علاش؟ لأنه هو المركز أو الرأس. صافي، رأسها أو، ها هذا هو الرأس ديال الزاوية. ضلعها أو أولا ضلعاها، إذا دائما الزوايا عندها جوج ديال الأضلاع. الضلع الأول هو أو بي، إذا هكذا، و أو أ. صافي، إذا علاش درنا هكا معقوفة وقوس؟ حيتاش نصف مستقيم، إذا محصور من هنا، ولكن من تما محصورش، ما عارفينش فين هي بي وفين هي أ بالضبط. قياسها، إذا قياسها خصنا نستعملو المنقلة. لاحظوا القياس، سنستعملو المنقلة، مركز المنقلة على الرأس أو، وهنا الضلع الحامل للمنقلة خصو يكون ثابت ومطابق ل بي الى او او بي. ثم غنحسبوا غنشوفوا شحال القياس ديال هذه الزاويه. غنحاول نصل بهذا المسطره، نستعمل المسطره. اذن الزاويه القياس ديالها غادي يكون هو 55 درجه. صافي، القياس ديالها 55 درجه، اذن 55 درجه. اذن نديروا 55 درجه هنا. اذن النوع ديالها، اذا كان القياس ديالها 55 درجه، وبالتالي نوعها هي زاويه حاده. صافي، زاويه حاده. لماذا؟ لانه حنا عارفين الانواع ديال الزوايا، حادة قياسها من 0 إلى 89 درجة، قائمة قياسها 90 درجة، منفرجة قياسها من 91 درجة إلى 179 درجة، ومستقيمية قياسها
180 درجة صافي. هذو هما الأنواع الرابعة ديال الزوايا. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفرد المحروس. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.